شارك رئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية اليونسكو في باريس بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها. وأكد الرئيس في كلمته خلال الاحتفالية أن مصر شهدت طفرة هائلة في قطاع الأثار خلال السنوات الأخيرة. كما أكد رئيس السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستاكس على قوة واستراتيجية العلاقات المصرية الفرنسية في المجالات كافة. بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر منظمة اليونسكو بباريس في احتفالية المنظمة بهذه المناسبة. عقب ذلك لقاء سيادته مع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستاكس، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات حول مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة الاستثمارات وعمل الشركات الفرنسية في مصر، خاصة في مجالات البنية الأساسية في إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري وكذلك توطين الصناعة.